السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العبادي عقد جلسة الحكومة بعشرة وزراء وأسند الوزارات الشاغرة بالوكالة، وعضو هيئة رئاسة البرلمان همام حمودي أكد اليوم أن الفرصة سانحة في أي وقت لانعقاد جلسة برلمانية لجميع الكتل السياسية، خاصة إذا ما تضمنت التعديل الوزاري المرتقب أو إجراءات إصلاحية تخدم الشعب، في حين حث رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش الكتل السياسية لتغليب مصلحة البلد والابتعاد عن الشعارات الفئوية التي ستوصل العملية الديمقراطية إلى طريق مسدود. مشاهدينا، هذه عينة من أخبار اليوم التي تحيلنا إلى طرح العديد من الأسئلة. هل نعيش أزمة مستدامة؟ على من نراهن؟ ومتى نشعر بصلابة الأرض من تحتنا؟ هل ننتظر حلولا أم تسويات؟ طيب، ماذا عن مقترح الكتلة العابرة للمكونات؟ هل هي محاولة لعزل الأحرار أم هي استفاقة متأخرة؟ طيب، كيف لنا أن نستقرئ المستقبل وفق المعطيات الراهنة؟ هل نقف على باب الحل أم هو المجهول بالانتظار؟ مشاهدينا من جديد، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج ما بعد الخبر من بلادي الفضائية. واسمحوا لي في بداية حلقتنا لهذه الليلة أن أرحب بضيوفي الكرام عبر الأقمار الصناعية مباشرة من العاصمة بغداد، كل من عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون الدكتور حنين قدو. دكتور، سلام عليكم سيادة النائب وحياك الله في برنامج ما بعد الخبر من بلادي الفضائية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. كذلك اسمحوا لي مشاهدينا أن أرحب بضيفي الكريم الكاتب والصحفي الأستاذ هافال زخوي. أستاذ هافال، سلام عليكم وحياك الله في برنامج وبعد الخبر من بلاد الفضائية. أهلا وسهلا، مساء الخير. حياك الله. كذلك مشاهدينا، على أمل أن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية أيضا ضيفي العزيز عضو ائتلاف دولة المواطن الأستاذ حيدر الحلفي، مجددا الترحيب بكم ضيوفي الأعزاء. أبدأ معك سيادة النائب دكتور حنين، ومجددا التحية بك مرة أخرى. السؤال هنا، هل نعيش مرحلة انسداد أم جمود سياسي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي ضيفك الكريم وأحيي مشاهدي قناة بلادي الفضائية. لك التحية سيادتنا. يعني من المؤسف جدا أن مجلس النواب العراقي الآن يعيش الحالة الموت السريري، ونتمنى الحقيقة أن لا نصل أو لا يصل مجلس النواب العراقي إلى مرحلة الاحتضار والموت، ونحن بحاجة في هذه المرحلة إلى إنعاش مجلس النواب العراقي من خلال الدخول في مفاوضات حقيقية ما بين الكتل والأطراف المختلفة. لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن هناك أكثر من طرف، هناك تشابك وهناك تعقيدات كبيرة بسبب الاقتحام الذي حصل لقبة البرلمان، وهذا بدون شك أضر كثيرا بمصلحة الشعب العراقي، وكذلك أيضا أضر بموضوع العملية السياسية، حيث أن المؤسسات الدستورية وخاصة مجلس النواب العراقي في واقع الحال كان المفروض أنه يعقد جلسات كثيرة لتشريع بعض القوانين المهمة، وكذلك أيضا إعطاء الدعم للسلطة التنفيذية، ومن ثم إجراء الإصلاحات التي ربما لها علاقة بمصالح الشعب العراقي. لكن هذا لم يحصل. يعني هناك الآن أطراف مختلفة، هناك طرف خاص بالمعتصمين، وهؤلاء ربما لا زال في طور المناقشات والحوار مع دكتور سليم الجبوري ومع أطراف الأخرى، وهناك أيضا كتل تحالف الكردستاني الذي يرفض لحد الآن حضور جلسات مجلس النواب العراقي بالرغم من جولة الأخيرة لدكتور سليم الجبوري. وبالتالي نحن بحاجة إلى التنازل من قبل كل الأطراف ولالتئام يعني أعضاء مجلس النواب العراقي لعقد جلسة أخرى، كما أن أيضا القاعات الآن موجودة داخل مجلس النواب العراقي، القاعات التي كانت توقف فيها عادة جلسات لمجلس النواب العراقي هي أيضا غير مهيئة لحد الآن بسبب
الأضرار الكبيرة التي أصابت المقاعد وأصابت أثاث هذه القاعات العديدة، وبالتالي نحن بحاجة ربما إلى أيام عديدة قبل أن نستطيع يعني عقد جلسة خاصة لمجلس النواب العراقي. يعني إذن هناك جمود في الوقت الحاضر، لكن نتمنى الحقيقة أن نخرج من هذا الجمود من خلال بذل جهود ومساعي أكثر جدية. طيب. وأيضا تنازل عن المصالح الحزبية الضيقة لمصلحة الشعب العراقي للمصلحة العامة. أنا أشكرك سيادة النائب، شكرا دكتور. بالانتقال إلى ضيف العزيز أستاذ هافال زخوي، مجددا طبعا التحية بك. هنا السؤال، يعني هل نحن في موقف يسمح للكتل السياسية أستاذ هافال أن يعني تتمسك بمواقفها من دون إبداء أي مرونة برأيك في هذا الوقت العصيب؟ تفضل. نعم، مساء الخير، تحية لك وللأستاذ الدكتور حنين القدو. حياك الله. وللمشاهدين الكرام. حياك الله أستاذ. دون أدنى شك التمسك بهذه المواقف التقليدية والمواقف التي عهدناها منذ 13 سنة ولحد هذه اللحظة، التمسك بهذه المواقف أوصل البلد إلى هذه المرحلة المعقدة المشوبة بالتعقيدات وكذلك بالمخاطر. البلد بدأ يدخل انعطافة، هذه الانعطافة أستطيع أن أسميها بالخطيرة، وأضم صوتي لصوت الدكتور حنين عندما قال بأن عندما تحدث عن الموت السريري بالنسبة للبرلمان العراقي، لكن أنا أقول بأن العملية السياسية في العراق كلها دخلت مرحلة الموت السريري بسبب انعدام عامل الثقة بين هذه الأطراف السياسية، كذلك بسبب المصالح الفئوية والمصالح الحزبية. لطالما كانت هناك دعوات من قبل العقلاء ومن قبل الذين يتحلون بالحكمة وكذلك الذين يتحلون بالعقلية والموضوعية، الدعوة إلى 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 تجاوز هذه الفئوية وتأسيس دولة حقيقية هي دولة المواطنة. لكن مع الأسف يعني العراق منذ سقوط النظام الدكتاتوري ولحد هذه اللحظة، العراق يدار بعقلية الإقطاع السياسي، والعراق يدار بعقلية تقليدية. مع الأسف هذه الأحزاب السياسية لم تستطع أن تحقق ذاك الهدف الذي كنا نسمعه دوما قبل سقوط النظام الدكتاتوري. كانت هناك أحلام وردية، هذه الأحلام مع الأسف يعني راحت، لكن في هذه المرحلة الحالية ما زال الوقت يسمح، ويبدو لي بأنه لو ارتكنت هذه الأطراف السياسية إلى الموضوعية وإلى العقلانية، فبدون أدنى شك يجب عليها ومن المفترض بها أن تتجاوز هذه الفئوية وهذه الطائفية. لا تستطيع الأفكار الطائفية ولا الأفكار القومية الضيقة من بناء دولة حقيقية هي دولة مدنية، دولة المواطنة. مع الأسف يعني ويجب هنا يعني نناشد، يعني مع التحليل بالإضافة إلى التحليل الذي نقوم به، نناشد هذه الزعامات السياسية أن تتنازل لبعضها البعض. والدكتور حنين يعرف أنه في 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 القانون الدولي وكذلك في المفاوضات أنه المساومة فن، المساومة ليست تنازلات مشينة، يجب أن تكون هناك مساومات وتنازلات كي نصل إلى الهدف المنشود. وأتمنى أن تعي هذه القيادات السياسية مثلنا أيضا خطورة. نعم أستاذ هابل، أنا أشكرك أستاذ هابل. يعني أنت وضيف العزيز الدكتور سيادة النائب اتفقتما على مصطلح لا يخلو من الخطورة وهو الموت السريري. مشاهدينا الآن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعي مباشرة من بغداد ضيفي العزيز عضو ائتلاف المواطن الأستاذ حيدر الحلفي. أستاذ حيدر السلام عليكم وحياك الله في برنامج ما بعد الخبر من بلاد الفضائية. وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لك ولمشاهديك ولضيوفك. حياك الله أستاذ حيدر. سمعت ما قاله ضيفي العزيزين أستاذ هافال وسيادة النائب دكتور حنين، يعني اتفقا على مصطلح الموت السريري لما يجري الآن، وهذا بحد ذاته مصطلح خطير لا يخلو يعني حقيقة من الخطورة. طيب، ألسنا ذاهبين إلى المجهول برأيك إن استمر هذا الإصرار على حماية الكتل السياسية لمكتسباتها؟ تفضل أستاذ حيدر. أنا أعتقد ابتداء علينا أن لا نسمح بأن نذهب إلى المجهول أو يقودنا طرف من الأطراف إلى المجهول. طيب. وبالتالي علينا أن نرجع إلى المبادئ الأساسية التي تأسست عليها العملية السياسية، وهي أهمية بناء دولة ديمقراطية تمثل
مكونات الشعب العراقي، وكذلك تطمئن الجميع وتسعى لخدمة الجميع وخدمة أبناء الشعب. وبالتالي أنا أعتقد بداية المشكلة أسست على منهج خاطئ، هذا المنهج الذي كان الهدف منه هو الإصلاح الحقيقي والجذري وبشكل تراتبي وخطوات مدروسة وجدية، للأسف لم يقدم السيد رئيس مجلس الوزراء هذه الإصلاحات بطريقة جدية وشفافة، مما أدى إلى أن تتأزم هذه المواقف وأن تتأزم هذه الخطوات بالنتيجة التي نراها الآن. وبالتالي كان الإصلاح واضحا، وكان طريقة الإصلاح كانت واضحة كذلك. وبالتالي أنا أعتقد من تسبب بهذا الإشكال عليه أن يعي جيدا بأن الإصلاح إن كان لابد منه وإن كان لابد من تحقيقه، علينا أن نرجع إلى الأركان الأساسية التي تأسست عليها الحكومة. طيب. والتي تأسس من أجلها هذا الحراك السياسي في داخل مجلس النواب وفي مؤسسات الدولة عموما. سيد حيدر، وبالتالي يعني علينا أن نعي بأن الخطوات المقبلة علينا أن نذهب باتجاه التفاهمات الحقيقية والجدية، أن نذهب باتجاه المصارحة والمكاشفة مع من أخطأ وأساء لأبناء هذا الشعب، ومع من قدم وبذل الجهد وكان أداءه أداء متميز، ونكافئه ونحترمه. أن نساوي الجميع وأن لا نطلق معيار حقيقي واضح للتقييم خلال هذه الفترة. أنا أعتقد طيب. هذه المشكلة الأساسية التي تسببت في تشنج المواقف من الجميع. طيب، ذكرت في محضر إجابة حضرتك أستاذ حيدر أن طرفا ما يحاول أن يجر يعني العملية أو سمي ما شئت إلى المجهول. طيب، من هذا الطرف؟ أنا أعتقد أي طرف لا يستطيع أن يتفهم الوضع المضطرب والوضع الخطير الذي يعيش به العراق اليوم هو سيساهم في عملية جر العراق إلى المجهول. وبالتالي أنا لا أقصد طرفا معينا بحد ذاته، وإنما أقصد الطرف المعنوي الذي يتمسك بمواقفه والذي لا يستطيع أن يتجاوز الماضي ويذهب إلى مرحلة جديدة يؤسس لها لتفاهمات جديدة وخطوات جديدة، يضع في نصب عينه أهمية الإصلاح وأهمية خدمة أبناء الشعب العراقي في ظل الأزمة الأمنية والاقتصادية التي يعيشها البلد. واضح أستاذ حيدر، شكرا لك. بالعودة إليك ضيف العزيز دكتور حدير، سيادة النائب، الكرد يريدون الاعتذار، المواطن يريدون تشكيل كتلة عابرة للمكونات، وهناك كتلة جديدة باسم كتلة أو جبهة الإصلاح. طيب، الأحرار مصرون على موقفهم. سيادة النائب، هل يمكن أن نختزل كل هذه المشاريع في ظرف أسبوع على أمل أن يلتئم مجلس النواب ومن ثم يتحقق النصاب في مجلس الوزراء؟ تفضل سيادة النائب. يعني كما ذكرت، هناك الحقيقة آراء متباينة وأيضا طروحات مختلفة من حيث التوجه ومن حيث يعني إيجاد حلول لهذه الطروحات المختلفة. المشكلة في الواقع هي ليست مشكلة واحدة، هناك العديد من المشاكل، وبالتالي هذه المشاكل ربما بحاجة إلى حلول عديدة ومختلفة، ومن ثم للوصول إلى حل نهائي اللي هو محاولة إعادة الحياة إلى مجلس النواب العراقي، وكذلك إرسال رسالة اطمئنان للشعب العراقي وإلى الدول المجاورة بأن العملية السياسية لا زالت بخير. لكن كما تفضلت، الحقيقة هذا الموضوع بحاجة إلى ربما إلى بعض الوقت، وبدون ممارسة الضغوط من قبل بعض الدول الإقليمية على الجهات المختلفة والمتباينة في الرؤى والتوجه، الحقيقة يعني ربما نحتاج المزيد من الوقت حتى يدرك أو تدرك الأطراف المختلفة بأن ما تمر به العملية السياسية هي عملية خطيرة، وربما قد يعتبر انتحار بالنسبة للوضع الأمني والوضع السياسي والوضع في العراق. يعني المشكلة الأساسية في الواقع مع الأسف كان هناك تردد كبير من قبل دولة رئيس الوزراء فيما يتعلق بموضوع القيام بعملية إجراء إصلاحات جوهرية وجذرية في مؤسسات الدولة المختلفة، ليس فقط موضوع تغيير كابينة وزارية أو إجراء تغيير بعض الشخصيات داخل كابينة وزارية. هذا ربما أثار حفيظة الكثير من أطراف الكتل البرلمانية، لأن هناك كان الكثير من المعترضين على عملية أو على اختزال عملية الإصلاح بموضوع تغيير بعض الوجوه، وهذا السبب الحقيقي أدى إلى موضوع الاعتراض على بعض الوجوه وربما اعتراض أو دعم من قبل جهات أخرى لبعض الوجوه. هذا خلق يعني حالة من
الشلل لمجلس النواب العراقي وقدرته على تجاوز الأزمة التي نحن وقعنا فيها. طيب أنا أشكرك سيادة النائب. أستاذ هافال، يعني هل تركنا الحديث عن الجوهر لنتمسك أو لنختلف في القشور كما يقال؟ أنا أقصد تركنا الحديث عن المحاصصة لنخوض في قضية انعقاد جلسة نيابية أو وزارية من عدمها؟ يعني أي حديث حاليا عن أنا يعني نسمع في أجهزة الإعلام أن هناك كتلة عابرة للطائفية، كتلة عابرة للانتماءات، أعتقد بأن جبهة الإصلاح نعم، أو يعني كل هذه الكتل حقيقة أو ظهور كتل أخرى بهذه الطريقة وبهذه المسميات، أنا برأيي الشخصي أعتقد بأنه تعقيد أكثر للوضع. نحن لسنا بحاجة إلى كتل أخرى تظهر، نحن بحاجة إلى فعلا الشروع في العملية الإصلاحية وبسرعة. صحيح نحن بحاجة إلى وقت، وأن العملية الإصلاحية هي بحاجة إلى مصلح حقيقي. الجميع يتحدثون عن الإصلاح، لكن الجميع أيضا مدانون، يعني ولو بحالة نسبية بالفساد. كل من يرتكب الفساد أيضا حاليا يتحدث عن الإصلاح. هذه إشكالية نعاني من هذه الإشكالية في البلد. الشيء الآخر أن عندما نتحدث عن المحاصصة، لا أحد يستطيع بعد الآن أن يقضي على ثقافة المحاصصة، لأن هذه الثقافة ترسخت وأصبحت عرفا في لبنان. هناك الدستور يؤكد على المحاصصة، في العراق أصبح موضوع المحاصصة عرفا. والمشكلة الأخطر من هذه أن هذه التناقضات وكذلك هذه الاختلافات الشديدة أو الخلافات الشديدة بدأت تسري إلى جسد المجتمع العراقي، لم يعني عبر جسد أو العملية السياسية إلى جسد المجتمع العراقي. بدأ المجتمع العراقي يعني يتأثر سلبا بهذه الخلافات بين هذه الإقطاعيات السياسية. أنا أصر على تسميتها الإقطاعيات السياسية كونها فشلت في إدارة العملية السياسية، كونها فشلت في تأسيس دولة المواطنة، كونها فشلت في تقريب وجهات النظر، وكونها نجحت في الحفاظ على مصالحها. بهذه العقلية وبهذا المنطق لا يمكن تأسيس الدولة، خصوصا نحن في العراق. وتحدث الدكتور لأكثر من مرة أو مرتين بأن هناك أيضا تأثيرات أقليمية. نحن في العراق مشكلتنا ليس لنا قرار وطني عراقي، قرارنا قرار أقليمي دولي، وهذه مشكلة بحد ذاتها. كل الولاءات موجودة باستثناء الولاء للبلد، باستثناء الولاء للعراق. ممنون أستاذ هابل، شكرا لك. ضيف العزيز أستاذ حيدر، برأيك ما الذي يحول دون إتمام ما بدأ به التصويت على حكومة التكنوقراط وانتهى الأمر؟ يعني الانتخابات القادمة هي الفيصل برأيك؟ تفضل. أنا أعتقد الآن علينا أن نفكر جديا وكل القوى السياسية كذلك بأن المرحلة قد تغيرت، وعلينا أن نعي هناك قواعد لمرحلة جديدة. من أهم هذه القواعد علينا ألا نرجع إلى معادلات سابقة التي أدت إلى هذه الأزمات وأدت إلى هذه التراكمات. وأهم هذه التراكمات هي عملية مشاركة الجميع في الدولة وفي الحكومة، وعملية معارضة الجميع في الحكومة. وبالتالي اليوم عندما طرحنا موضوع تشكيل الكتلة العابرة هو جزء أساسي من الإصلاح، ونحن نعتقد بأنها هي نقطة الشروع للإصلاح. وبالتالي عندما تتكون كتلة ذات أغلبية نيابية تعبر عن مكونات الشعب العراقي، ولكن لا يشترك فيها أن يشترك فيها الجميع. المحاصصة أستاذ حيدر، نعم، أو الشراكة برأيه، قد يكون هذا يعني شكل من أشكال المحاصصة أو الشراكة؟ لا عزيزي، اليوم من أقول أنا أكو كتلة عابرة في داخل مجلس النواب تمتلك الأغلبية تذهب إلى تشكيل حكومة وتدير البلد لمدة 4 سنوات، وهناك كتلة أخرى في داخل مجلس النواب هي تدير كفة المعارضة وتراقب وتحاسب الحكومة فيما لو أخطأت. وبالتالي هناك موازين قوى واضحة، وفي جميع الدول الديمقراطية هي تمارس هذه الممارسات الديمقراطية في الاعتراض فيما لو هناك أمر معين نود الاعتراض عليه. علينا أن نعترض في ظل الأسس القانونية والدستورية ككتلة معارضة، وإنما أن أكون مشارك في الحكومة وأعترض على الحكومة. هذه عملية صعبة ومعقدة جدا، وبالتالي علينا أن نغادر هذه المرحلة. طيب موضوع الأغلبية طرح يعني
قبل سنوات أستاذ حيدر، والكثير لم يتفق على هذا المصطلح. لا بأس بذلك، هناك فرق أن نذهب بأغلبية بدون تمثيل مكونات الشعب العراقي والقوى الأساسية في هذا البلد التي تمثل هذه المكونات، ونذهب باتجاه لملمة الأعضاء وبعض أعضاء مجلس النواب الذين يحسب على هذا المكون أو ذاك، ولكن لا يمثله بالصورة الحقيقية، وبالتالي نجعل البلد أمام أزمة أخرى لا نعتقد بأنها من مصلحة العراق. يعني برأيك هل وصلنا إلى هذا الحل أخيرا أستاذ حيدر؟ ولكن هناك خطوات للإصلاح، من أهم هذه الخطوات لنذهب باتجاه تشكيل هذه الكتلة التي عبرنا عنها بأنها كتلة عابرة، وهذه الكتلة تمثل فيها المكونات الشعب العراقي وتحظى في أغلبية داخل قبة البرلمان، وتذهب لتشكيل الحكومة، وهناك كتل أخرى فيما لو لم تلتزم أو لم تلتحق أو لم تشارك في هذا المشروع فلتأخذ دور المعارضة وتشارك في المعارضة. أنا أعتقد هذا انطلاق ونقطة شروع أساسية في الإصلاح، وعلينا أن نعي جيدا بأن لغة التعميم كذلك في العراق هي أرهقت العراق كثيرا، أن يسقط بعضنا الآخر، أستاذ حيدر، أن نتهم بعضنا الآخر. لغة التعميم غير مجدية أصبحت. رب سائل يسأل أستاذ حيدر، قاطع الحروف. نعم، رب سائل يسأل، يعني لماذا احتجنا كل هذا الوقت في سبيل الوصول إلى هذه النتيجة؟ لماذا هذا كل هذا الوقت برأيك؟ هذا تطور طبيعي أخي العزيز. هناك عملية سياسية وديمقراطية جديدة حدثت في العراق، وهذه ممارسات طبيعية تمارسها الدول التي تنتج مشاريع جديدة وتخوض مشاريع جديدة، تحتاج فترة من الوقت لكي تنضج المشاريع والأفكار والمناهج والسياسات في داخل الدولة، ولكن علينا أن نحافظ على الإطار الذي جمعنا جميعا في ظل هذه الدولة، وهي الدستور والقانون والتفاهمات التي حفظت العراق لهذه الفترة في ظل أزمة أمنية محتقنة، في ظل أزمة طائفية مر بها العراق. وعلينا أن لا ننسى بأن العراق فيه مكونات مختلفة من الطوائف والقوميات. نعم أستاذ حيدر، وهذا قدر العراقيين وقوة العراقيين، وعلينا أن نتناسى هذه النقاط المهمة وننطلق من عدها لإيجاد الحلول. شكرا أستاذ حيدر. دكتور سيادة النائب دكتور حنين، هناك إشارات على اتفاق تفاهمات سميها ما شئت لتغيير السيد العبادي بأسماء مطروحة كعماد الخرسان، كعادل عبد المهدي، وربما محمد الشيع السوداني، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ يعني الحقيقة يبدو أن هناك بعض الأطراف تفكر الآن بشكل جدي فيما يتعلق بموضوع إجراء تغييرات حقيقية لربما رئاسة الوزراء، وهناك من يطالب إذا كان هناك تغيير في كابينة الوزارية يجب أن يكون، خاصة إذا كان هذا التغيير تغيير شامل يجب أيضا أن يشمل هذا التغيير أيضا لدولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي. لكن نحن لابد أن نعود إلى الوراء قليلا ونعلم بأن الآن يعني الرئاسات الثلاثة بنيت على أساس الحزمة الواحدة وعلى التوافقات السياسية، وبالتالي محاولة الحقيقة إعادة ترشيح بعض الشخصيات واستبدال رئيس لبعض الرئاسات، يعني هذا ربما قد يتطلب أو ربما قد يدفع بالآخرين أو بعض الأطراف بالمطالبة بإجراء تغييرات حقيقية ليس فقط في مستوى واحد أو في رئاسة الوزراء، وإنما أيضا على مستوى رئاسة الجمهورية وأيضا على مستوى رئاسة هيئة الرئاسة لمجلس النواب العراقي. فإذا العملية ليست بهذه السهولة، هناك يعني عمليات تعقيدية، وبدون شك لأن عملية تشكيل حكومة بنيت على أساس المحاصصة السياسية والمحاصصة العرقية والطائفية، محاولة الخروج من هذا المفهوم في الوقت الحاضر يكون عملية صعبة. وأنا أعتقد حتى موضوع الكلام عن موضوع يعني تشكيل كتلة عابرة للطوائف وللأعراق وللمكونات أيضا عملية صعبة في هذه المرحلة، لأننا في الواقع رسخنا إلى حد كبير مفهوم المحاصصة، مفهوم الشراكة، مفهوم التوافق الوطني، ونحن دعينا قبل تشكيل هذه الحكومة بضرورة أن تكون لدينا حكومة أغلبية سياسية. هذه الأغلبية السياسية تعتمد على أغلبية داخل مجلس النواب العراقي، أغلبية مريحة تتكون ليس فقط من كتلة واحدة وإنما مجموعة من الكتل، لكن هذا لم يأخذ من الاعتبار، كان ربما يعني قواعد اللعبة تختلف في ذلك الحين، لكن بد أن ندرك الآن بأن المرحلة القادمة يجب أن تكون لدينا يعني حكومة أغلبية سياسية وحكومة ظل داخل مجلس النواب العراقي.
نتمنى الحقيقة نتعلم الأخطاء التي ارتكبناها خلال الفترات الماضية وأن نتوجه باتجاهات جديدة وخارج طريق جديدة حتى نستطيع أن ننهض بواقع العراقي المتردي في مختلف المجالات. طيب. نعم. سيادة النائب، يعني برأيك في المستقبل القريب هل سنشهد تغييرا في الخارطة السياسية؟ يعني إذا كان لا سيما أننا نسمع عن كتلة مثلا جبهة الإصلاح، الكتلة العابرة للمكونات، هذه المسميات، هل نشهد تغييرا في الخارطة السياسية في ظل هذه المعطيات المطروحة حاليا وهذه المسميات؟ يعني من الصعوبة بمكان إذا لم نستطيع أن نشكل كتلة الحقيقة قادرة على موضوع تمرير بعض المشاريع، خاصة مشاريع القوانين أو ربما موضوع إجراء تغيير في هيئة الرئاسة، سواء إذا كان على مستوى رئاسة مجلس النواب أو ربما رئاسة مجلس الوزراء، إذا لم تمتلك هذه الكتلة يعني الأغلبية 50+1 داخل مجلس النواب العراقي، أنا أعتقد أنه سوف لن نستطيع أن ننجز الكثير فيما يتعلق بموضوع تغيير بوصلة السياسة العراقية. طيب. باتجاهات معينة. طيب. يبقى هذا الموضوع الحقيقة يعتمد بشكل أساسي على قدرة هذه الكتلة العابرة للمكونات على يعني تجنيد أو ربما نعم. يعني الحصول على المزيد من الأصوات حتى تستطيع أن تحقق. نعم. سيادة النائب، أسألك عن موقف ائتلاف دولة القانون مما يجري اليوم وليس الأمس، اليوم حدثني عن اليوم. يعني هناك ربما انقسام داخل كتلة دولة القانون، يجب أن نعترف بهذا الموضوع وهذا واضح لكل الأطراف الأخرى. هناك من يؤيد الحكومة الحالية وهناك من طالب بضرورة إعادة يعني إعادة هيكلة ربما السلطة التنفيذية وربما أيضا إجراء تغيير على مستوى هيئة الرئاسة، خاصة رئاسة مجلس النواب العراقي وكذلك رئاسة مجلس الوزراء. وبالتالي يعني لحد الآن بالرغم من بعض التنازلات التي أبداها بعض الكتل وخاصة فيما يتعلق بموضوع المعترضين أو المعتصمين، نعم. لكن لازلنا لم نتوصل إلى حلول جذرية للدخول إلى قاعات مجلس النواب العراقي ومن ثم للخروج بموقف واحد حتى نستطيع أن حقيقة أن نجري بعض الإصلاحات وبعض التغييرات الأساسية بدون وجود غطاء سياسي داخل نعم. مجلس النواب العراقي. الحقيقة سوف يصيب الشلل يعني السلطة التنفيذية وكذلك المؤسسات الدستورية الأخرى ومؤسسات الدولة بشكل عام. شكرا سيادة النائب. أستاذ هافال ضيفي العزيز، على ذكر الكتل السياسية يعني لنتحدث عن المواقف، لنتحدث عن الموقف الكردي على وجه الخصوص. الكرد يا سيد الفاضل يتعاملون مع الأزمة بحزمة من مشاريع أزمات. طيب أنا أقصد في كلامي الشروط المطروحة لعودتهم إلى بغداد. تفضل أستاذ هافال. نعم طبعا هناك حالة، هذه الحالة واضحة بالنسبة لي لما تفضلت به حول الكرد والمطالب الكردية. هناك منطلقات يعني للتعامل الكردي مع بغداد، هذه المنطلقات تتعلق بكافة الموضوعات المعلقة والتعقيدات المعلقة بين بغداد وبين أربيل، هذه المشاكل التي لها جذور تاريخية وتعود البعض منها إلى ستينيات القرن الماضي ولحتى هذه اللحظة. عندما تختفي الدولة وعندما تختفي ثقافة الدولة وعندما يكون الدستور مهمشا، بكل تأكيد هذه الأمور ستبقى دوما على طاولة المفاوضات وستكون هي بمثابة قنابل موقوتة. أقصد بذلك مسائل النفط والغاز، أقصد بذلك مسائل المناطق المتنازع عليها، أقصد بذلك كيفية العلاقة وصيغة العلاقة أو شكل العلاقة بين بغداد وبين أربيل. الموضوع الكردي هو بحد ذاته في المنطقة برمتها في تركيا وإيران والعراق وحتى في سوريا هو موضوع معقد جدا. يعني هل الأمر تعجيزي يا أستاذ؟ لا لا لا, أستاذ لا, لا, لا ليس يعني الأمر. أنا أتحدث طوال سنوات والعلاقة بين أربيل وبغداد وكأنه تحتاج إلى فك شفرة العلاقات أو كد لنسمى ما بين أربيل وبغداد، إلى الآن لم نفك هذا الطلسم إن صح التعبير. أولا يعني دعني أضع النقاط على الحروف. تفضل. أولا بخصوص النواب، نواب كل الكتل بما فيها الكتل الكردستانية ليسوا بأصحاب قرار. كل الكتل النيابية حاليا في البرلمان
ليسوا بأصحاب قرار، إنما هذه القرارات هي قرارات سياسية تنزل من الزعامات السياسية على هذه القواعد. البرلمانيون هم بمثابة القواعد لهذه الأحزاب، ليس هناك برلماني. حتى عندما نرى البعض يصرح بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة، هو يصرح ضمن النطاق المسموح له من قبل الزعامات السياسية أو من قبل المنهاج والنظام الداخلي لحزبه. الموضوع يتعلق بالعقلية السياسية، الموضوع يتعلق بالزعامات السياسية. كل ما جرى بين بغداد وبين أربيل عبر هذه الفترة، يعني عبر 13 سنة منذ سقوط النظام الدكتاتوري السابق ولحد الآن، هي اتفاقيات الجنتلمان، اتفاقيات شفوية لا تستند على أسس دستورية. عندما تكون هناك اتفاقيات شفوية، بكل تأكيد هذه الاتفاقيات تنهار في لحظة معينة، كما هو الحال حتى في أقليم كردستان. كان هناك تحالف استراتيجي في يوم ما بين حزب الديمقراطي الكردستاني وبين الاتحاد الوطني الكردستاني، وكانوا كتلة نيابية واحدة، لكن بعد ذلك انتهى هذا التحالف لأنه كان اتفاقا شفوي. كذلك الحال بالنسبة للعملية السياسية في العراق، التحالف الوطني، هل نستطيع أن نطلق عليه حاليا اسم التحالف الوطني أم هو مجرد اسم، على يعني بقي اسم هذا التحالف الوطني، ليس هو التحالف الذي كنا نراه قبل 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات. المشكلة الكردية في العراق ستبقى هي مشكلة ما دامت العقلية السياسية لكل الأطراف، أقصد دون استثناء، ما دامت العقلية السياسية هي عقلية تقليدية في التعامل وفي حل المسائل، هذه المسائل المعقدة بين أربيل وبين بغداد. خصوصا يجب أن ندرك ويجب أن نعلم بأن موضوع القضية الكردية في العراق أبدا لا يمكن طرح المعادلات الأقليمية والتوازنات السياسية القائمة في المنطقة الأقليمية أقصد، وكذلك القرارات الدولية. كل هذه مسائل متداخلة معقدة، يعني ليس القرار قرارا كرديا صرفا 100%، وليس القرار في بغداد قرارا عراقيا صرفا 100%. أنا لست يعني لا أجامل ولا أتحدث بمثالية. نعم أستاذ. نعم. ليست هناك قرارات، لدينا الكثير من أوراق الضغط في العراق نستطيع أن نمارسها على الدول الأقليمية، لكن ها هي الأوضاع التي نعيشها. نحن نستخدم هذه الأوراق ضد بعضنا البعض، وها نحن كلنا نساهم في تمزيق هذه الدولة وإنهيار العملية السياسية. أنا أشكرك أستاذ أبن. ضيف العزيز أستاذ حيدر، على ذكر الضغوطات وأوراق الضغط التي ذكرها ضيف العزيز الأستاذ هافال، من يريد تشكيل كتلة عابرة للمكونات إنما يريد أن يعزل كتلة الأحرار، هذا التشخيص صحيح؟ هناك من يرى ذلك أستاذ حيدر، كيف ترد على هذه المقولة؟ أنا لا أعتقد ذلك، بل العكس من ذلك. أعتقد بأن ما أطلقناه عن كتلة عابرة هو مشروع قابل للنقاش والحوار والتفاهم، وبالتالي أي الكتل التي ترى بأن هذا المشروع هو حل أو بداية حل للأزمات التي يعيشها العراق عليه أن يشارك في هذا المشروع. أنا أعتقد الأخوة في الأحرار هم متطابقين الرؤية فيما يخص كتلة العابرة، وأعتقد الخطاب الأخير للسيد مقتدى الصدر الذي تحدث فيه عن تجميد العمل السياسي ولكن إلا تشكيل كتلة عابرة، وهذا أطلقها بالنص، وبالتالي أنا أعتقد هناك تطابق في الرؤى وهناك تطابق في وجهات النظر فيما يخص تشكيل هذه الكتلة. وعموما هذه الكتلة هي لا تسعى لتهميش أحد أو إقصاء أحد بقدر ما تسعى لإيجاد مشروع حقيقي لبناء الدولة، وأيا يكن الطرف الذي يشترك في هذا المشروع لمسارات بناء هذه الدولة سيكون هو ضمن هذه التشكيلة، ومن يعترض على هذه المسارات سيكون خارج هذه الكتلة. فهي عملية طرح مشروع جديد، وهذا المشروع هو فيه تفاصيل أخرى من الممكن أن نتفاهم عليها أو نتفق أو نختلف عليها. طيب. ولكن هناك مشروع نعتقد بجديته ونعتقد بأهميته. أنا لدي تعقيب بسيط حول ما تحدث. طيب ولكن أستاذ حيدر، قبل التعقيب إن سمحت لي ضيف العزيز، أسألك عن مطلب الأحرار فيما يخص الكابينة الوزارية أستاذ حيدر، وبعد ذلك لك حرية التعقيب، تفضل. يعني لم أفهم سؤالك، ما هو يعني المقصود بموقف كتلة الأحرار؟ الأحرار يا سيد الفاضل اشترطوا دخول الجلسة القادمة، ولكن بشرط أن يصوت على بقية الكابينة الوزارية. كيف يعني سيتعامل مع هذا الأمر؟
أنا أعتقد من الممكن أن نسأل كتلة الأحرار عن التطورات الأخيرة، هل موقفهم لا زال كذلك أم تغير؟ ولكن بالنسبة لي أنا أعتقد بأن الأخوة في كتلة الأحرار أطلقوا هذه الاشتراطات قبل أن تحدث أزمة مجلس النواب الأخيرة من اقتحام المنطقة الخضراء، وبالتالي الآن أعتقد بأن الخارطة تغيرت والمواقف ربما تتطور. طيب، ولا أعتقد بأن الموقف سيبقى كما هو عليه، ومن الممكن أن نستفسر من الأخوة في كتلة الأحرار، وأنا طيب. لا أمثل وجهة نظرهم بالتالي. نعم، أردت أن تعقب أستاذ حيدر، ما هو تعقيبك؟ تفضل. أنا أعتقد فيما يخص الضغوطات الخارجية في العراق، لا يستطيع أحد أن ينكر بأن الإقليم له تأثير في العراق، ولا نستطيع كذلك أن ننكر بأن العراق هو جزء من هذا الإقليم يتأثر ويؤثر في هذا الإقليم. نعم، ربما نتحدث عن ضعف هذا التأثير للدولة العراقية وللقوى السياسية العراقية بنسب متفاوتة في هذا الإقليم، فأنا أعتقد بأن بناء دولة حقيقية ووضوح السياسات المتبعة في هذه الدولة ووجود ديمقراطية رصينة في داخل الدولة العراقية والاستقرار السياسي هو يعني سيساهم. هذا ما أردت أن أسأل أستاذ حيدر، هذا سيساهم جديا في عملية خلق تأثير جدي في داخل الإقليم. نعم، هنا السؤال لك، يعني ألا يجدر بنا أن نقوي الجبهة الداخلية من أجل أن نتصدى لكل الجبهات الخارجية التي تحاول أن تؤثر على يعني صنع القرار الداخلي في أعتقد العرب. هو هذا صلب الموضوع، وبالتالي عندما نتحدث عن كتلة قوية تذهب باتجاه تشكيل حكومة قوية وهناك معارضة كذلك قوية والجميع يعمل في ظل الدستور والقانون ولا أحد يستخدم اللغة السياسية البلطجية أو البلطجة في عملية الاعتراض، جاي أي أن تكون هذه البلطجة، إن كانت بالمواقف السياسية أو بتعطيل مجلس النواب أو بالاقتحامات أو بالتكسير، أي أن تكون هذه التعبيرات هي سوف لن تساهم في عملية تقوية الجبهة الداخلية، فعلينا أن نتجه باتجاه القانون والدستور ونعترض بالقانون ونتفق بالقانون. أنا أشكرك أستاذ حيدر. ضيف العزيز سيادة النائب دكتور حنين، برأيك هل نحن أمام تسوية، صفقة نتجنب فيها مرحلة الصدام السياسي؟ يعني لابد أن تكون هناك إرادة لكل الكتل البرلمانية والأطراف المختلفة والتي في الواقع الحال شاركت في العملية السياسية وبناء الدولة خلال 13 سنة الماضية، لابد أن تصل إلى تفاهمات وإلى تسوية معينة من خلال إبداء التنازلات والابتعاد عن الأجندات ربما العرقية والطائفية والمناطقية والجغرافية. التشبث بهذه المواقف وكذلك التشبث بمصالح الضيقة لهذه الكتل البرلمانية والقوى السياسية بدون شك سوف يعيق عملية التسوية، وبالتالي سوف يؤثر بشكل سلبي ليس فقط على طرف معين، وإنما تأثيره سوف يكون على كل الشعب العراقي وعلى كل القوى السياسية، وبالتالي هم يتحملون المسؤولية في هذا المجال. العراق الآن يواجه الكثير من التحديات، التحدي الأكبر والأهم هو موضوع إخراج داعش من الأراضي العراقية وإعادة 4 مليون نازح إلى مناطق سكناها، ومن ثم القيام بمعالجة وضع خطط إصلاح خاصة بالجانب الاقتصادي. إذن كيف يمكن حقيقة العمل على مواجهة هذه التحديات بدون الوصول إلى تسوية معينة من قبل كل أطراف وإدراك خطورة المرحلة وخطورة الموقف؟ فإذا يعني بدون وجود تسوية بدون وجود تنازلات أنا أعتقد أنه سوف يؤدي هذا الوضع إلى المزيد من تفاقم الأوضاع وإلى المزيد من الأزمات، وقد يؤدي بالعراق أو يقود العراق إلى حافة الهاوية وإلى منزلق خطير. طيب. نحن نتمنى الحقيقة وندعو كل الأطراف المختلفة وكذلك أيضا القوى السياسية والكتل البرلمانية إلى ضرورة الإسراع بعقد جلسة لمجلس النواب العراقي والوصول إلى تسويات أساسية مهمة مبنية على أساس المبادئ العامة، الحفاظ على وحدة العراق، محاربة داعش، إصلاح اقتصادي، محاربة الفساد. هذه نقاط أساسية مهمة ومنطلقات مهمة لبناء العراق من جديد ومن ثم الوصول إلى تسوية. أما التشبث بالأجندات الضيقة العرقية والطائفية والسماح للدول الإقليمية بالتدخل بالشؤون الداخلية، هذا يعني بأن العراق لا زال لا يمتلك المناعة بالوقوف بوجه هذه التدخلات وأيضا غير قادرة على النهوض بواقع العراق. شكرا سيادة النائب، أشكرك. ضيف العزيز أستاذ هافال زاخول، هناك من يرى أن بعض الكتل السياسية لا تريد أن تتبنى موقفا معينا خشية
الاستحقاقات المستقبلية، خوف على الاستحقاقات المستقبلية، كيف وإلا يعني كيف نفسر موقف تحالف القوى مما يجري الآن؟ تفضل. يعني الكل مسؤول عما يجري، لا نستطيع استثناء أحد، الكل مسؤول عما يجري، الكل مشترك في العملية السياسية. وأعتقد بأن اتخاذ موقف الجلوس على التل والتفرج لا يمكن يعني لأي كتلة أن تنتظر. نعم. ثم أستاذ هافال عذرا، أنت تتحدث بصورة عامة، جيد لا بأس. نعم. أنا أتحدث عن تشخيص. نعم. عن اتحاد القوى، أنا سميت الأسماء بمسمياتها، التحالف القوى، ما رأيك بموقفه مما يجري الآن؟ يعني حقيقة عندما تشخص الحالة يجب أن تكون لهم رؤية خاصة. يعني هذه الرؤية ما زالت مشوبة بالغموض. هذه الرؤية ما زالت غير جريئة بتقديري. نعم. يعني غير جريئة، وهذا ما أردت الحديث عنه أستاذ هافال. تفضل. نعم. موقف غير جريء، يجب أن يكون الموقف جريئا، يجب أن يضعوا كل شيء أو يخرجوا كل شيء من تحت الطاولة ويضعونه فوق الطاولة. أنا أريد أن أشير إلى 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 مشكلة في هذا الصدد. نعم. الكل في الحكومة، قبل كنا في المعارضة كان الخطاب هو خطاب المظلومية بكل صنوف المعارضة. نعم. الإسلامية خطاب والقومية، المهم. نعم. خطاب واحد. وصلوا إلى السلطة وما زال الخطاب خطاب المظلومية، حصلوا على كل شيء وما زال الخطاب خطاب المظلومية. أنتم الآن في السلطة وأنتم مشتركون في العملية السياسية، وبخصوص الاتحاد القوى أكرر، يجب أن يكون هناك موقف جريء وموقف واضح، ويقولون هذا ما نريده أو هذه ورقتنا. لا يمكن أبدا إدارة العملية السياسية من خلال العقلية أو من خلال الممارسات الكيدية. هناك حاليا في العراق سياسات كيدية، كل كتلة أو كل تيار يعمل ضد التيار الثاني من خلال سياسات كيدية. نراهم على أجهزة الإعلام يتحدثون عن الوطنية، لكن في وراء الكواليس في الغرف المغلقة. نعم. هناك عقلية المؤامرة. طيب لعلهم يخشون من الاستحقاقات المستقبلية أستاذ هافال. والله هناك قول للمناضل الفرنسي والذي شارك في الثورة الجزائرية فرانز فانون، يقول كل متفرج خائن أو جبان. حقيقة لا يمكن التفرج ولا يمكن أن يكون الموقف صامتا. يعني أنت اختصرتها بكلمتين أستاذ هافال. هذا فرانس فانون يقول كل متفرج خائن أو جبان. فأنا لا أقول بأن لا, لا, لا أستطيع، لأنني لا أؤمن بعقلية تخوين الآخر ولا بعقلية بنظرية المؤامرة أبدا. لكن أنا أقول بأنه في حال انتظار الثمرة، ونحن واقفون ولا نساهم في أي شيء، لا في الزرع ولا في التروية ولا في أي، مجرد ننتظر قطف الثمرة بهذه الطريقة، لا يمكن أبدا الحصول على ما هو مطلوب. يجب أن تكون هناك رؤية حقيقية، ثم يجب أن تكون هذه الزعامات السياسية أن تمثل مكونهم فعلا، يجب أن يمثلوا ذاك المكون. هنا تكمن المشكلة. لا نستطيع التخلص من المحاصصة بسبب هذه العقلية. هناك قيادات سياسية تمثل الشيعة، تمثل السنة، تمثل الكرد، وتمثل التركمان، وتمثل أطياف المجتمع العراقي. طيب. لا نستطيع أبدا بعد الآن الخروج من هذه القوقعة والخروج من هذه العباءة. لكن الذين يتحدثون عن العباءة الوطنية وعن العباءة العراقية عليهم أن يكونوا بمستوى المسؤولية أيا كان. أما بخصوص الإخوة في اتحاد القوى، تحالف القوى، بكل تأكيد يجب أن تكون لديهم رؤية واضحة حتى الجمهور الذي انتخبهم والجمهور الذي أوصلهم إلى هذا المكان يكون مطالبون. نعم، هم مطالبون بموقف واضح وجريء، هذا ما تريد أن تقوله. نعم. طيب أنا أشكرك أستاذ هافال. ضيف العزيز أستاذ حيدر، هل لنا أن نضع سيناريو الصدام من ضمن السيناريوهات المحتملة، أم أن هذا الأمر هو بعيد وغير واقعي؟ تفضل. لا أبدا، ولكن سوف نسعى بكل ما نمتلك من علاقات سياسية وكل ما نمتلك من تأثير بأن لا نصل إلى هذه المراحل. وبالتالي أنا أعتقد فيما لو تطورت المواقف وبقيت الكتل السياسية والقوى السياسية كل المتمسك بمساحته وموقع الذي ينطلق منه بدون اللقاء في المنتصف، أنا أعتقد
هذا الخطر سوف يداهم الجميع ويداهم العراق بصورة خاصة، وسوف يجر المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يحمد عقباها. وبالتالي أنا أعتقد هذا الصدام سوف نسعى بكل ما نمتلك بأن لا يحصل، وعموما على القوى السياسية كذلك، إن كانت فعلا هي قوى سياسية وإن كانت تمارس السلوك السياسي عليها أن لا تصل إلى هذه النقطة. السياسة وجدت على أن لا نتصادم، السياسة وجدت على أن نتفاهم، وبالتالي السياسة هي لخدمة الناس ولخدمة المجتمع ولبناء الدول وتطويرها والنمو بها. فإن كانت السياسة هي سبب الصدامات، علينا أن نغادر هذه المرحلة بصورة كاملة. نعم أستاذ، ونبدأ مراحل جديدة. شكرا سيادة النائب دكتور حنين، برأيك هل ننتظر تسوية اللحظة الأخيرة؟ يعني هل نمتلك مقومات الرهان على هذا الاحتمال سيادة النائب؟ أنا أعتقد أنه ربما سوف نصل إلى تسوية نهائية خلال الأيام القادمة، لأني أعتقد لا زال هناك قيادات وطنية سياسية حريصة على مستقبل هذا البلد وحريصة على العملية السياسية، وبالتالي يعني أنا جازم بأن موضوع الوصول إلى حلول، ربما على الأقل حلول آنية، حلول اللي يمكن أن بموجبه يعقد مجلس النواب العراقي جلسته وتجاوز هذه الأزمة، ومن خلال ربما اتخاذ أو بعض التدابير أو بعض الحلول التي قد ترضي جميع الأطراف، لأن كل أطراف الواقع تشعر بخطورة المرحلة، تشعر بخطورة الأزمة السياسية، تشعر بأن هناك خطر يداهم العراق ويداهم العملية السياسية، وهناك الجماعات الإرهابية لا زالت تحتل الكثير من الأراضي العراقية، وبالتالي لا زال هناك قيادات سياسية واعية وقيادات سياسية تشعر بالخطر، وهذا شوف يشكل قاعدة أساسية ومنطلقات مهمة. نعم سيادة النائب، للوصول إلى تسوية بشأن الأزمة السياسية الحالية وبشأن موضوع جلسة مجلس النواب العراقي. شكرا سيادة النائب. بدقيقتين لو سمحت ضيفي العزيز أستاذ هافال، هل تنعقد جلسة البرلمان في ظرف أو في ظرف الأسبوع المقبل إن شاء الله؟ يعني هذا هو المنشود، أتطلع يعني إلى ذلك وأتمنى أن ينعقد، لأن انعقاد الجلسة حقيقة من باب المعطيات أم من باب التخمين أستاذ هافال؟ كيف؟ يعني أنت كلامك من باب المعطيات المطروحة أم من باب توقعاتك يعني؟ لا أنا يعني أقول المنشود، هو يعني المنشود يعني أنا أتطلع إلى أن ينعقد، لكن أرى أنه من الصعوبة بمكان أن ينعقد في الأسبوع المقبل. طيب إذا ما تحدثنا عن موضوعة المعطيات أستاذ هافال، هل ستنعقد أم لا؟ حسب المعطيات الحالية لا. شكرا لك أستاذ حيدر ضيف العزيز، يعني لم يبقى لدي من الوقت إلا دقيقة أو دقيقة، طيب من سيحضر ومن سيتخلف عن حضور الجلسة برأيكم في حال عقدت؟ أنا أعتقد الفريق الذي صوت على إقالة وتسمية الوزراء الجدد هو ذاته الذي سيحضر فيما لو عقدت جلسة مجلس النواب، وأنا أعتقد هناك مساعي حقيقية لعقدها في الأيام القريبة، وهذه المساعي ربما ستؤتي بثمارها قريبا. طيب هل سيحضر الكرد برأيك؟ أنا أعتقد الأخوة الكرد ليس لديهم ما يجهرون به أو من يصرحون به حتى في اجتماعات من يمنع حضورهم، سوى أنهم يعتقدون بأن عدم الوصول إلى اتفاقات جدية قبل الذهاب إلى مجلس النواب سوف يدخلنا في أزمة جديدة. طيب أسألك عن شرط الأحرار أستاذ حيدر ضيف العزيز، هل يعني تتوقعون أن يتنازل الأحرار عن هذا الشرط فيما يخص التصويت على الكابينة الوزارية؟ أنا أعتقد شرط الأحرار تحقق جزئيا وكانوا متفقين على هذا الأساس وصوت على الوزراء وسميت وزراء أخر، وبالتالي لا أعتقد بأن هناك طرف كالأخوة الأحرار أو غيرهم يريد أن يبتلع الدولة بالكامل بطريقة الظرف المغلق أو بطريقة اللجان التي شكلت، وبالتالي الأخوة الأحرار يعون جيدا بأن الدولة هي للجميع ولخدمة الجميع، ولا يمكن تمرير أي قرار من القرارات بدون التفاهمات السياسية، لأن مجلس النواب متأسس على الكتل نعم السياسية حيدر. نعم. وهذه هي العملية الديمقراطية الموجودة في العراق نعم. والعالم بصورة عامة، وعلينا أن نحترم الآخرين كما نعم. نحترم
أنفسنا ونحترم نوابنا، علينا أن نحترم النواب الآخرين وإرادتهم وقرارهم السياسي. شكرا لك أستاذ حيدر. طيب سيادة النائب، سؤال أخير، هل أنت متفائل؟ بد أن نكون متفائلين، وأنا أعتقد أنه ربما خلال الأسبوع القادم سوف تكون هناك جلسة لمجلس النواب العراقي، بالرغم من عدم وجود معطيات حقيقية وتطورات إيجابية، لكن يعني متفائل بأنه سوف تظهر هذه التطورات وهذه المواقف الإيجابية خلال الأيام القادمة، وهذا مما سوف يهيئ لعقد جلسة لمجلس النواب العراقي خلال الأسبوع القادم. هل هناك من مؤشرات تدل على تفاؤلك سيادة النائب؟ يعني أكيد لا زال المساعي التي تبذل من قبل بعض القيادات السياسية، وهناك أيضا لابد أن نعود إلى موضوع الضغوطات الخارجية. أنا أعتقد أنه الآن الدول التي تدعم العملية السياسية في العراق هي تمارس الضغط بشكل يعني وراء في غرف مغلقة وبطرق خاصة على كل أطراف لعقد هذه الجلسة، وبالتالي أنا متفائل حقيقة على عقد الجلسة. طيب كونك قريب من مصدر القرار سيادة النائب، هل تستقرأ النيات؟ هل هي تبشر بخير؟ يعني المشكلة الأساسية هناك يعني رؤى مختلفة، وهذه الرؤى ربما تعبر عن المصالح الضيقة لبعض الكتل السياسية. نتمنى الحقيقة خروج من عن هذه المصالح لتوحيد الرؤى لصالح الشعب العراقي لصالح المصلحة العامة. إذن لا يسعني في نهاية حلقتنا بالبرنامج ما بعد الخبر من بلادي الفضائية إلا أن تتقدم بجزيل الشكر وعظيم العفان إلى ضيوف الأعزاء الذين كانوا معي عبر الأقمار الصناعية مباشرة من بغداد، كل من عضو مجلس النواب العراقي على ائتلاف دولة القانون دكتور حنين قدو. دكتور شكرا لك، كنت ضيف عزيز معنا في برنامج ما بعد الخبر من بلاد الفضائية. أتقدم بجزيل الشكر إلى ضيف العزيز الكاتب والصحفي الأستاذ هافال زاخوي. شكرا أستاذ هافال، كنت ضيفا عزيزا علي في برنامج ما بعد الخبر من بلاد الفضائية. أتقدم بجزيل الشكر إلى ضيف العزيز عضو ائتلاف المواطن الأستاذ حيدر الحلفي. شكرا لك أستاذ حيدر، كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج ما بعد الخبر من بلاد الفضائية، والشكر الموصول لكم سادتي الكرام. ألتقيكم في حلقات أخرى، تحياتي تحيات الكادر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.